بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أشهد الله تبارك وتعالى على محبتكم فيه، ندعو الله عز وجل في عنيائه أن يجعل هذه الخطى لي ولكم في ميزان الحسنات يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع القرآن العظيم، طلبا للخيرية وللخصوصية وللأجر الوفير وللدرجات العلى عند الله عز وجل. ما زلنا مع سورة البقرة، واليوم نكمل ما شرعنا في تفسيره في المرة الماضية، من قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قال ابن كثير عليه رحمة الله: أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وافردوا الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه سبحانه وتعالى. وهذا ولا شك من اللفتات التربوية الرائعة التي وردت في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وما أجمل الخشية والحديث عنها للحاجة الماسة إليها، فهي ولا شك طاقة دافعة وقوة رادعة، ولا شك أن من ورائها تأتي الحيطة والحذر والجد والاجتهاد والعمل المتواصل. والمسلم في سيره الله تبارك وتعالى يحتاج إلى الخشية حتى ينجح في ترويض نفسه وتأهيلها من خلال تحقيق الخشية على حقيقتها، كما وردت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الخشية قالوا هي خوف مقرون بمعرفة، ليس مجرد خوف مجرد، ولكن خوف مقرون بمعرفة، والمعرفة كما تعلمون هي العلم، وهو المصدر الوحيد للحصول على الخشية. يعني من أراد أن يتحصل على قليل من الخشية فعليه أن يجد ويجتهد في طلب العلم، فهو الطريق الأوحد الموصل لتحصيل الخشية التي تفرز الشخصية المثالية بكل معاني الكلمة. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم أي أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فتحصل عليه الصلاة والسلام على شدة هذه الخشية من خلال معرفته بربه تبارك وتعالى، من خلال أسمائه وصفاته ومعاني ربوبيته سبحانه وتعالى. قالوا: والخشية لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، كما في هذه الإشارة التي مرت بنا: فالله أحق أن تخشوه، وإلا فمن صرفها لغير الله عز وجل لا شك أنه وقع في محذور عظيم. العلماء يقولون لو نظرنا إلى أثر الخشية من خلال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا مرغبا لنا ودافعا لنا للجد والاجتهاد في تحصيلها. ولذلك يعني كثير ما تسمع هذه الأحاديث المباركة التي تدل على يعني ثمرة الخشية، وأنها فعلا أصل من أصول التربية والتزكية والتصفية والتحلية وإعداد النفوس وتأهيلها التأهيل اللائق بمهمتها في هذه الحياة. صح عن نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال مرغبا ومشوقا فيها: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. انظر إلى الحديث مرة أخرى: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا يعني شبه مستحيل أو مستبعد بمقاييس البشر وبنظر العملية. هل بالإمكان إعادة اللبن في الضرع مرة أخرى للشاة مثلا أو للبقرة أو للناقة مثلا؟
هذا مستبعد تماما. كذلكم من بكى في هذه الدنيا من خشية الله عز وجل هذا لم يرج النار بنص هذا الحديث شريطة أن يكون من أهل التوحيد وعمل بالمأمور وترك المحذور كما أشرنا. وكذلكم صحح الألباني هذا الحديث وحسن أيضا عليه رحمة الله هذا الحديث الجميل حرمت النار على عين دمعت من خشية الله. والشيخ الألباني يقول هذا حديث حسن, هذا حديث حسن في السلسلة الصحيحة له, حرمت النار على عين دمعت من خشية الله. إني سألك سؤال, هل مررت بمثل هذه الحالة مرة من المرات؟ لا شك إخواني لها حلاوة في القلب والإنسان قد يتذوق بها ومن خلالها طعم الإيمان وطعم القرب من الله عز وجل. إذا كانت فعلا لله من خشية الله فعلا لا لطلب مثلا مدح أو ثناء أو مثلا إشارة من الناس أو تنصيب أو تزويج أو ثقة أو مال أو ما شابه ذلك, إن كانت خالصة لا ستجد بها حلاوة لا نظير له. فاستشعر هذا المعنى واحرص على تحقيقها. قال كعب رضي الله عنه وارضاه, وهذا من الذين ربوا على أهمية الخشية وعلى معانيها وعلى أثرها العظيم في أرض الواقع, حيث يعني نقل عنه بسند صحيح أن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. انظر إلى فهم حقيقة الخشية وقيمتها. اسمع مرة أخرى, يقول رضي الله عنه وارضاه, لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهب. يعني لفتة إيمانية راقية من هؤلاء. فاحرص يا طالب العلم على أن تستحضر هذه النية في طلبك من ثنان الخشية, ولا فعلم لا يؤدي إلى خشية وبال على صاحبه وطريق للهلك. ويعني ما أشهد الواقع على هذا المعنى, كثير من طلاب العلم طلبوا العلم للمماراة أو للجدل أو للقدح أو للذم أو لآخره. انظر إلى أحوالهم, انظر إلى يعني أخلاقياتهم وإلى سلوكياتهم, انظر إلى ليلهم, انظر إلى يعني معاملتهم للأقارب فضلا عن الأبعاد, فضلا عن أهل العلم والفضلاء. ستجد فعلا يعني أن الأثر وخيم جدا جدا لو طلب العلم لغير الحصول على الخشية, فكانت الثمر وخيمة عليه في أرض الواقع. فتجده متفرغ للطعن والغمز واللمز وخالف تعرف إلى آخر هذه المعاني الموجودة في أرض الواقع. لكن لو طلب العلم للحصول على خشية الله عز وجل ما يعني اشترأت نفسه على صنع هذه الأشياء بحال من الأحوال. فاحرص أن تجدد هذه النية, بل وأن تستصحبها في حياتك أنك تتعلم لتتحصل على الخشية التي تؤدي إلى انضباطك في سيرك الله تعالى. قوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون, قال عليه رحمة الله أي ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة يعني القبلة الثانية الجديدة لكم لتكمل لكم الشريعة أو لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون. ولعلكم هنا ليست احتمالية, فهي في حق الله يعني واجبة التحقق يعني. ولعلكم تهتدون أي إلى ما ضلت عنه الأمم, هديناكم إليه وخصصناكم به, ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. وقيل لعلكم تهتدون أي تعلمون الحق وتعملون به, يعني ولعلكم تهتدون إلى الحق فتعرفونه ثم تعملون به وتطبقونه وتترجمونه في أرض الواقع. وهذا ولا شك ثمرة طبيعية للخشية التي أشرنا إليها. فالخشية التي تدفع إلى يعني تطبيق العلم الذي تعلمنا. فالإنسان حينما يتعلم علم إن كان عنده ولو قليل من الخشية عمل, وإن كان تعلم العلم وليس عنده يعني ولو القليل من الخشية لم يعمل بل وقع فيما أشرنا إليه آنفا. قال القرطبي وأتمام النعمة الهداية إلى القبلة, وقيل دخول الجنة. يعني تمام النعمة على المؤمن يقول يعني تحويل القبلة لربطها بقبلة الخليل إبراهيم عليه السلام. وقيل أيضا عنده أن القول يقصد به دخول الجنة. قال سعيد بن جبير ولم تتم نعمة الله عز وجل على عبد حتى يدخله الجنة.
كلام جميل، يعني تجمع معها القبلة وغيرها من يعني أوامر ونواهي هذه الشريعة كلها من نعم الله عز وجل، بالإضافة إلى سائر النعم الأخرى، لكن أتم النعم حينما تدخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال عليه رحمة الله أي ابن كثير: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب قال هو القرآن، والحكمة قال وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في جاهلية، يقصد يعني العرب عموما وأهل قريش على وجه الخصوص في مكة، يقول لم يكونوا يعلمون، فكانوا في جاهلية جهلاء، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. قال تعالى مبينا هذا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وذم تبارك وتعالى من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال يعني مشيرا في موطن آخر: ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. والله تحتاج إلى وقف. ابن عباس هذا ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه وبتعلم علوم الشرع وبثها، ولقد كان من أعظم أوعية العلم لهذه الأمة. يقول النعمة هنا هي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إي والله إنها لنعمة، وأي نعمة هي؟ أعظم النعم أن امتن علينا تبارك وتعالى ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، دلنا على ربنا وعرفنا عليه، ويعني جعلنا من هذه الأمة الخيرة الخاتمة التي لها من الفضائل والشرف ما لها. فيعني في الحقيقة إذا نظرنا إلى مجهوداته عليه الصلاة والسلام منذ كلف بالدعوة إلى يعني آخر أيامه بل إلى آخر أنفاسه، لوجدنا حرصه الشديد على هداية هذه الأمة وعلى دلالتها على الخير وعلى تزكية أصحابه وتربيتهم التربية التي يعني رأيت من خلالها أمثلة حية لأولئك الرجال الذين عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر في فترة وجيزة، ارتقى بهم من الحضيض إلى القمة، ويعني أفرز للدنيا في بسرها أمثلة حية تطبق حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى في أجمل وأسمى معانيها في أرض الواقع. ولن تجد لهم نظيرا إلا من صار على نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك نقول والله هي نعمة فعلا من أجل النعم أن أنعم علينا تبارك وتعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك إخواني نقول يعني إذا أردتم مثالية، إذا أردتم تحقيق العبودية، إذا أردتم تزكية النفوس وتأهيلها وترويضها والارتقاء بها، فعليكم بهديه وسنته، لأنه كما قلنا نعمة عظيمة وأرسل خصيصا ليعني يزكينا كما زكى الرعيل الأول الذين عاصروه، وترك لنا منهج للتزكية لا نظير له. ولذلك هذه الدعوة المباركة من الأصول التي اهتمت بها بعد التوحيد والاتباع أصل التزكية، تزكية النفوس وتأهيلها وإعدادها وتربيتها لتكون قادرة على تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع وأداء الرسالة ومواجهة الباطل والثبات على الطريق. ومن غير التزكية يصعب أن نحقق مثل هذه الشخصيات. ولذلك نقول يعني بدل أن ننظر إلى الشرق أو الغرب أو مناهج التربية عند هؤلاء أو هؤلاء أو نؤلف أو نخترع، نقول لا، نرجع إلى هدي عليه الصلاة والسلام، منهج في تزكية النفوس، في تأهيلها، في تربيتها، في إعدادها لا نظير له. والدليل أولئك الرجال. تخيل أنت في جاهلية الصحابة وانظر في أحوالهم كيف كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، وكيف لما دخلوا في الإسلام، وكيف كانت يعني أثار التزكية واضحة وجلية عليهم، فكانوا أمثلة حية بكل معنى الكلمة. حتى أننا يعني لعلنا ذكرنا هذا كثيرا، أن عمر رضي الله عنه وارضاه مثلا كان في جاهليته مثال عجيب، وكانت شخصية يعني لا توصف في جاهليته.
انظر لما دخل في الإسلام وصل إلى قمة المعاني وإلى يعني ذروة المثالية في تحقيق العبودية، حتى أنه لفت أنظار أعدائه قبل يعني المقربين منه من المسلمين، يعني لدرجة أن الهرمزان الذي سقط في الأسر وأرسل إلى المدينة وحملوه ليبشر أمير المؤمنين بسقوطه كان معاندا وشرسا وقويا إلى آخر المعاني، فسقط في الأسر والحمد لله، فحملوه إلى أمير المؤمنين وأدخلوه بزيه وبزينته التي كان يعني بها في قومه، فذهبوا يبحثون عنه في بيته، قالوا في المسجد يقيل ساعة لا يقيل إلا هي، في الليل حتى لا يضيع هو، وفي النهار حتى لا تضيع الرعية، ويرقد ساعة واحدة من النهار. فدخل المسجد اللي هو يتوسد يعني وسادة من ليف وثياب متواضعة رثة بسيطة، لا حرس ولا بطانة ولا خدم ولا أي شيء من هذا المعنى. والهرمزاني يقول أين أميركم؟ يقول هو ذا رجل نائم هناك ذا. فيتعجب الرجل يقول أين الخدام؟ أين الحراس؟ أين 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 كما تعود هو في قومه؟ قالوا ليس له لا خدام ولا حراس ولا بطانة من التي في يعني في منهجه هو وفي ظنه هو. أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. هذا هو عمر؟ قالوا هذا عمر. قال ينبغي لهذا الرجل أن يكون نبيا. تخيل كلام من عدو، ينبغي لهذا الرجل أن يكون نبيا. قالوا ويحك، هو يعمل بعمل الأنبياء. تزكير، تذكر نفس ارتقت وربيت تربية فريدة بهذا المنهج الرباني. كيف وصل صلى الله عليه وسلم برجل من جاهلية فظيعة لا توصف ولا تقارن إلى أن يكون بلسان عدائه يعني مستحقا أن يكون نبيا؟ هذا يعني مثال عجيب. قالوا ويحك ويعمل بعمل الأنبياء. يستيقظ على الجلبة تتمة للقصة، فينظر لم يكن يدري بأنه سقط في الأسر، فقال الهرمزان بفرصة المؤمن ملهم ومحدث هذه الأمة الهرمزان، قالوا نعم. قال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأنفاله. كلام يعني رائع وجميل لشخصية ربيت وزكت يعني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإخواني لردنا أن نربي أنفسنا، أن نؤهلها، أن نعدها لإعداد الأمثل لتؤدي دورها كما ينبغي ونحقق العبودية كما ينبغي ونسعد في الدارين، لابد أن نرجع إلى منهج النبي في التزكية. ولذلك الدعوة هذه دعوتكم المباركة اهتمت بأصل التزكية وحثت عليه ودعت إليه وجعلته يعني عنوانا قويا في دعوتها، بالإضافة إلى المعاني الشرعية التي قد يكون هو من ضمنها ومن داخلها. يعني لما نقول مثلا إسلام إيمان إحسان، يعني هذا توحيد اتباع تزكية، نفس المعنى تقريبا، وإن كان الأول يعني إسلام إيمان إحسان هو الأشر والذي عليه الأدلة، لكن لا بأس أن نشير إلى هذه الأصول بهذا المعنى حتى ندعو الناس إلى الأخذ بها، لأنها هي الطريق الأمثل بإذن الله تبارك وتعالى لتحقيق المثالية في أرض الواقع. نعم. قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد قوله تعالى رجع قليلا، انظر إلى فقه مجاهد في التفسير ما شاء الله من تلميذ ابن عباس، يقول قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول كما فعلت، الله عز وجل يقول كما فعلت يعني وأرسلت فيكم رسولا منكم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروني جزاء ذلك، أو يعني اعترف بتلك النعمة، فاذكروني بالمعنى الشامل الذي سنشير إليه بإذن الله تبارك وتعالى. وعن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. أيضا نقل ابن كثير عن الحسن أبو العالية وغيرهما أن الله عز وجل يذكر من ذكره، أن الله عز وجل يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال الحسن البصري أيضا فاذكروني أذكركم، أي اسمع إلى اللفتة الجميلة، أي اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. معنى جميل، أي أن الذكر تطبيق للمنهج وعمل بالمأمور وترك للمحظور واستسلام وخضوع قبل عزم. هذا هو الذكر المقصود، يكون بالقلب واللسان والجوارح والأركان، لمجرد الأفكار المعروفة كالأفكار الموظفة مثلا وغيرها، وإن كانت من جملة الأفكار لكن المعنى أكبر وأعظم وأشمل، وسيأتيك بيان السلف لهذا المعنى العظيم. يقول أيضا في معنى آخر عن سعيد بن جبير
اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية أذكركم برحمتي، يعني اذكروني بطاعتي يعني بالعمل بما به أمرتكم أذكركم برحمتي، وفي رواية أذكركم بمغفرتي. وعنه أيضا أي عن سعيد بن جبير قال: الذكر طاعة الله فمن لم يطعه. اسمع إلى هذا المعنى الجميل، الذكر الحقيقي يا إخواني هو الطاعة، طاعة الله عز وجل. قال: الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. يعني واحد ممكن يذكر الله عز وجل تسبيح تهليل تحميد تكبير يقرأ قرآن، لكن لم يطع الله عز وجل فيما افترض عليه ولم يترك ما يعني منع منه وحذر عليه، فهذا يعني في الحقيقة لم يذكر الله عز وجل، لأن الذكر مجرد باللسان طقطقة ليس لها في الواقع رصيد، إذن لا تسمى ذكرا حقيقيا، لأن الذكر الحقيقي له مواصفات كما سيأتيك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. سبحان الله، يعني أنت مهما ذكرت ولو بقلبك بلسانك بجوارحك وبأركانك في ليلك وفي نهارك في سرك وفي علنك في رضاك وفي غضبك في السراء والضراء في كل الأحوال، فذكر الله لك أكبر من ذكرك أنت له. يعني هذه لفتة إيمانية جميلة. ابن كثير يعني ذكر الحديث بعدها مباشرة بعد ما نقل كلام ابن عباس هذا، وقال: وفي الحديث الصحيح يقول تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. في الحقيقة رواية البخاري متفق عليها عند البخاري ومسلم. نقلت لكم رواية البخاري بلفظها، واللفظ عند البخاري: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعند مسلم فيها زيادة وهي: ذكرت في ملأ هم خير منهم. قال السدي: ليس من عبد يذكر الله تعالى إلا ذكره الله. المعنى شامل، أي عبد سواء مؤمن أو كافر، أي عبد يذكر الله عز وجل ذكره الله. اسمع ثم يقول: ولا يذكره مؤمن إلا ذكره الله عز وجل برحمته، ولا يذكره كافر إلا ذكره الله عز وجل بعذابه. يعني هذا مذكور وهذا مذكور، فاختر لنفسك في أي يعني مكانين تريد. نعم. وقال ذو النون المصري عليه رحمة الله: من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة، اللي هو إيه؟ باللسان وبالقلب والجوارح والأركان، ماشي، ذكرا على الحقيقة نسى في جنب ذكره كل شيء. حينما تذكر الله عز وجل ذكر حقيقي تنسى في جنب هذا الذكر كل شيء بفضل عز وجل، تقطع العلاق بأي شيء آخر. نعم. وحفظ الله عليه كل شيء، الله عز وجل يحفظ عليه كل شيء ولك كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. انتهى كلامه عليه رحمة الله، أي ابن كثير. في الحقيقة يعني هذه الآية فيها لفتة رائعة جدا إلى أمر الذكر والشكر، وإن كنا قد تكلمنا بالتفصيل عن الشكر في مرات ماضية، لكن لأهمية الذكر ولكونه يعني من أعظم الوسائل التي تعين على تزكية النفوس وترويض النفوس ودفعها للانضباط والحيطة والحذر والجد والاجتهاد والعمل المتواصل، نشير إشارة سريعة إلى أهمية الذكر على الجملة. الذكر يا إخواني واجب شرعي، ليس تفضلا منك ولا يعني كرد فعل، لا، بل هو واجب عليك كما أمرك تبارك وتعالى: إن كنت من هؤلاء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويعني الآيات في هذا الصدد كثيرة جدا، والأجمل أننا لو تأملنا في يعني شرعنا الحنيف لوجدنا أن كل العبادات تقريبا تبدأ بالذكر ويتخللها الذكر وتختم بالذكر، بل وتودع بالذكر. الأخوة يستوعبون هذا المعنى، أي عبادة سواء فريضة أو نافلة تبدأ بذكر يتخللها ذكر تختم بذكر وتودع بذكر لذكر الله عز وجل. ولو شئنا لا أخذنا أمثلة حية على هذا المعنى كثيرة. الصلاة مثلا، لماذا الصلاة؟ كما قال موسى: واقم الصلاة لذكري. ماشي إخواني؟ طيب، تبدأ بأفكار تتخللها الأفكار، تختم بأفكار، تودع بأفكار. تخيل، أمر عجيب جدا، لفتات تربوية. وبعد ذلك لما أشار إليها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إيش قال؟ ولذكر الله أكبر. إيه؟ ولذكر الله أكبر
من الصلاة يعني بنفسها معناها كلها ذكر في ذكر. فذكر الله أكبر يا إخواني وأعظم وأجمل، معنى راقي جدا. تأمل هذا في كل العبادة. في الحج مثلا يبدأ بأذكار، تتخلل أذكار، ينتهي بأذكار. إذا فرغت فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. الصيام كذلك، الزكاة كذلك، ما من طاعة حتى الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيش فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ده جهاد، ويعني الخطر داهم ومتوقع، لكن يرشد إلى أهمية الذكر حتى يكون العمل خالص لله عز وجل، لأن من أنواع الذكر الإخلاص لله تبارك وتعالى كما قلنا من ذكر القلب. نعم. وفي ذات الوقت لفتة إيمانية من المنهج تجد فيها إشارات تربوية عظيمة جدا. يعني طبعا المعاني التي تبين أهمية الذكر كثيرة جدا، لكن انظر إلى التحذير من الغفلة عنه، من نسيانه، من التقليل منه. تجد أن الوعيد على ذلك والصفات التي وسم أهلها بها لترك من الذكر خطيرة جدا جدا. يعني مثلا وسموا بالغفلة، يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طب إيش معنى الخاسرون هنا يا إخوان؟ هو غفل عن الذكر، عن ذكر الله، عن أوامر الله، عن نواهي الله، عن الأفكار الموظفة، عن غيره، عن الفرائض إلى آخره، بسبب مثل الأموال والأولاد، شغل بذلك. فالعقاب يكون إيش؟ من جنس السبب الذي أدى إلى ترك إيش؟ الذكر. إيش هو؟ خسران. مهما جمع هو خسران، لأنه كلما جمع وهو بعيد عن الشرع سيكون وبالا عليه، سيعاقب به، سيحاسب عليه، ويتركه كله بعد أن جمعه كله. فهذه قضية خطيرة جدا تحتاج إلى نظر. مثلا اتهم يعني من نسي الله عز وجل ولم يذكره، كما في سورة الحشر، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم إيش؟ أولئك هم الفاسقون. يا وسموا بالفسق وهو الخروج. فيعني وطبعا كما أشرنا في منه أكبر وأصغر على يعني تفصيل أهل العلم في المسألة. الشاهد خطر أن تنسى الله عز وجل، فستنسى وهذه عقوبة حتمية. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالإنسان حينما ينسى الذكر سينسى هو نفسه. يعني إيش؟ يتركها على حريتها وعلى شهواتها وأهوائها وعاداتها وعرافها وحرصها على الدنيا، فتضيع. وهذا يعني القاء بها في التهلكة والعياذ بالله والضياع في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذه الإشارة التي تفزع المؤمن وتخيفه حينما يشير تبارك وتعالى إلى المنافقين ويتكلم عن بعض صفاتهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده في ذكره بس قليل جدا. ما ينفعش المؤمن يكون إيش في الآية الأولى يذكر الله ذكرا كثيرا. فليذكر قليل هذا من أهل النفاق، اتصل بصفة من صفات أهل النفاق. فكن ذاكرا لله على كل حال. وأنت لو فهمت المعنى الحقيقي للذكر بمجرد أن تسمع وتطيع وتعمل بطاعة الله، هذا هو الذكر الحقيقي، بالإضافة للأفكار الموظفة أو يعني أفكار الصباح والمساء أو كما سنشير بإذنه تبارك وتعالى. نعم. لذلك احرص ألا تكون يعني على مثل هذه الحالة. ورغب صلى الله عليه وسلم أمته بفعله قبل قوله في الذكر، فكان يعني له يعني حال عجيب في الحقيقة. لو تأملنا حال وسلم في الذكر لوجدناه حالا عجيبا. كان يذكر الله عز وجل في كل أحوال، سواء أفكار اللسان، سواء أفكار القلب، هذه معلومة طبعا حتى أننا سمعنا قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. أما أفكار الجوارح والأركان في التطبيق العملي كان نموذج، كان يعني مثال يحتذى بكل معاني الكلمة. في الحقيقة ابن القيم عبر عن هذا بكلمات يعني في الحقيقة تكتب بماء الذهب في زاد المعاد، يعني أنقلها لكم بنصها، كلمات جميلة جدا، وهي تتكلم عن دعوة وسلم لأمته من خلال فعله في ذكره لله تبارك وتعالى، وكيف شمل جميع نواحي حياته. لو قلنا مثلا في ليله، في نهاره، في سفره، في حضره، في رضاه، في غضبه، في حربه، في سلمه، في كل الأحوال فعلا كلام ينطبق بكل معنى الكلام. اسمع ماذا قال عليه رحمة الله. يقول: كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله، أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله. شوف النقطة الأولى،
كل الكلام كان في ذكر الله، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه لله، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه ذكرا منه لله، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه لله، وسكوته وصمته ذكرا منه لله بقلبه، فكان ذكر الله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكر لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته. يعني صورة للذكر الشامل الجامع في كل الأحوال والأحيان وحتى آخر الأنفاس. أين نحن من هذا المعنى؟ معنى راقي. أما عن ترغيبه في الذكر بلسانه فتأمل معي، تأمل معي يعني طرفا من ترغيبه، إلا في الأحاديث تحفظونه كثير جدا، لكن هذا باب التشويق والترغيب حتى يحرص إخواني على تحقيق هذا المعنى الجميل. نعم، من هذا الترغيب الجميل الذي ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة والحسنة قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا، انظر إلى الإشارة الإيمانية الراقية، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. يعني الدنيا كلها يا جماعة ملعون إلا ما كان على هذه الشكلة، إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما، الباقي كله ملعون. يعني واحد يقول الله يعني المال والبيت والزوجة والعمل، أقول هذا لو كان منضبطا بذكر الله، أقيم لله وفي الله وبأمر الله وحوفظ عليه مما نهى عنه الله عز وجل لكان ذكرا لله، ولكان على وفق مراد الله عز وجل. ولا رأيكم جماعة؟ ولا لو كان على شهوات وأهواء وعادات وعرف بعيدة عن شرع الله مخالفة لشرع الله، لشك هذا ليس يعني من ذكر الله في شيء، بل هذا من ذكر الدنيا وذكر الشيطان وذكر الشهوات والأهواء إلى آخر هذه المعاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي مر بنا، وهذا من أجل الثمرات التي رغب بها أصحابه، في قوله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني، في رواية تحركت إيش بي شفتاه، أنا مع عبدي. إيش المعية هذه؟ هذه المعية الخاصة التي تكلمنا عنها، التي تسمى معية الحفظ والنصرة والإعانة والتمكين إلى آخره، غير المعية العامة التي تكون للكل بالعلم والقدرة والإحاطة و يعني إلى آخر هذه المعاني والسلطان وما شابه ذلك. فالشاهد إخواني المعية الخاصة تتحصل عليها من خلال ذكرك لله عز وجل. طيب وإذا كان معك هل يقدر عليك أحد؟ والله تعطى قوة لا نظير لها، ويعني تعلو بفضل الله عز وجل علوا لا نظير له. أيضا من هذه الثمرات الجميلة أنك بالذكر الحقيقي تحيا الحياة الحقيقية. الله هو ممكن أن أحيا حياة غير حقيقية؟ لا، هذا أنت ممكن توصف بالموت وتوسم بالموت، وإن كنت تمشي بالأحياء وإن كنت من جمعوا الدنيا تكون ميت في عداد الشرع أو في نظرة الشرع، لكن إن كنت ذاكرا لا شك أن هذا يعني يجعلك من الأحياء الحياة الحقيقية. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثال عجيب يا جماعة الله، كلام واضح ولا مش واضح؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، يعني وإن كان يمشي بالناس لكنه في 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 عرف الشرع ميت، ميت الأحاسيس، متبلد المشاعر، غافل، لا ناسي، منشغل بدنياه، بعيد عن ذكر الله، لا يعني يسمع ولا يطيع، وبالتالي يعني هو ميت في الحقيقة. نعم، أيضا بذكر الله عز وجل رغب وبين من خلال القرآن أن يؤدي إلى اطمئنان القلب في هذه الحياة الدنيا، ألا بذكر الله إيش تطمئن القلوب. رجل جاء يشكو من قسوة في قلبه، إيش قال؟ أذبها بذكر الله، تزال، تطرح، تبعد، وبالتالي يطمئن القلب. والقلب يا أخواني إذا اطمئن كان محلا صالحا لاستقرار الأعمال القلبية، وكان محلا صالحا للطاقة التي تدفع والقوة التي تردع وتضبط.
ولذلك نقول يا إخواني احرصوا على اطمئنان قلوبكم حتى لا تعيش حياة الهلع والقلق والاضطراب والخوف والأمراض النفسية وما يجري في أرض الواقع، كل هذا لعدم اطمئنان القلوب. لكن القلب المطمئن ولا يعني يلقي بالا لهذه الأمور ولهذه التدفعات ولهذه الأحوال والتقلبات الموجودة على الساحة، سواء غلاء أسعار، سواء تناطع على الدنيا، سواء يعني أعداء، سواء غرب، سواء لا يحرك بالا لهذه الأشياء، أنه مطمئن بذكر الله ويعلم أن الأمور تجري بمقادير. فهذا مستوى راقي من معاني التربية الجيدة. كذلك يعني كما أشير في المنهج، وهذا من خلال يعني تلاوته لهذه الآيات على أصحابه وذكرها في مواطن كثيرة مختلفة، تجد أنه يشير إلى أن الذكر يؤدي لحفظ العبد من عدوه الأول المتربص به الذي يأتيه عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام والخلف، حتى لا يشكر والشاكر ذاكر، ليمنعه عن الذكر من باب أولى إذا منعه عن الشكر. فلذلك احرص على أن تكون ذاكر لعذا لتؤمن، وإلا فمن أعرض عن الذكر ومن يعش عن ذكر الرحمن ها نقيض له شيطان فهو له قرين. إيه رأيك بقى غير القرين الأصلي؟ الشيطان يسلط عليه، فهو الذي سيوجهه. كيف يوجهه؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ها ذكر الله. استحوذ يعني سيطر بالتسليط، وإلا فلو كنت ذاكرا لا سبيل له عليك بالمرة. من خرج من بيته، هذا ذكر من أفكار اللسان، من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل لو كفيت وقيت وهديت، أي من السماء، وتنحى عنه الشيطان، وتنحى. وكما في الحديث الصحيح أيضا، من قال من يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، كان كمن أعتق 10 رقاب وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة. إيش الشاهد؟ وكان في حرز من الشيطان يوم وهذا حتى يمسي. أين أنت من هذا الحرز؟ حص، فاحرص على أن تكون مؤمن ضد عدوك، وإلا فالقضية يعني في الحقيقة تسير في اتجاه خطير. كلما الإنسان كان بعيد عن ذكر الله كلما كان فريسة سهلة للشيطان ليسيطر عليه ويوجهه حيث شاء. نعم، أيضا بذكرك لله من خلال القرآن وترغيب القرآن، وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه، لأن القرآن كان ينزل تبع لسير الأحداث، وكانت يعني المواجهات دمية وشرسة، والخطورة كانت يعني لا توصف في تلك المراحل التي والأطوار التي مرت بها الدعوة. فمن جملة المعاني التوجيهية التربوية العالية في التزكية أن أشار أن هذا المنهج وهذا نوع من وعد الذكر كتاب الله عز وجل بكل ما فيه أوامر نواهي حلال حرام وعد وعيد جنة نار قصص أمثلة سنن إلى آخره، هذا نوع من وعد الذكر. فمن اقترب منه كان ذاكر الله عز وجل على الجملة، ومن ابتعد عنه لا شك أنه يعاقب، ولذلك الشرع يرغبك. ومن أعرض عن ذكري إيش فإن له معيشة ضنكا، هنا ذكر يعني القرآن، وهذا نوع من وعد الذكر يعني على الجملة. فالآية ترشد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، هذا في الدنيا ضنك نفسي واجتماعي واقتصادي وسياسي وسمه ما شئت، حتى لو كان أغنى الناس يعيش في ضنك وقلق واضطراب وهلع وجزع وفزع، لأنه غير مرتبط بالمنهج، غير مرتبط بالذكر الحقيقي الذي هو القرآن. أما في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك نقول يا إخواني انتبهوا لهذه القضية، هذا نوع من أنواع الذكر الذي ينبغي أن يكون حاضرا. ويكفي يعني ترغيبا وتشويقا في يعني فضيلة الذكر على الحقيقة، كما بينا أنه يعني السبب الأول لنجاتك من عذاب الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما في عمل تقرب به أحد من بني آدم إلى الله عز وجل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. يعني معنى راقي يا أخواني جد، لما لا نكثر، لما لا نحرص، لما لا نطبق ونترجم لننال هذا الشرف العظيم. والحاصل أننا نقصد الذكر الحقيقي كما قلنا الذي يكون بالقلب واللسان والجوارح لمجرد أفكار اللسان وحدها، فيعني وإن كانت هي مطلوبة غير أنها ليست هي المقصودة، ولكن تبع الذكر الحقيقي الجمع الشامل، حتى لا يكون ظن أن مثلا كثرة الذكر على المسبحة مثلا وعلى الأصابع وما شابه ذلك وهذا المقصود كالتسبيح والتهليل والتحميد، وإن كان هذا مطلوب لا شك ولو أجر عظيم وفضل عظيم، يعني لو نظرنا إلى فضله وأجره لوجدنا يعني شرف عظيم جدا. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخل في الجنة، تستطيع أن تغرس آلاف النخيل في اليوم الواحد في الجنة عند الله جل، ويعني هو الذي لا تضيع عنده الوداع سبحانه وتعالى. لكن المعنى الذي نقصده الذكر الحقيقي الشامل
بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالأركان. يعني بين يدي كلام جميل جدا للإمام النووي في هذه القضية، راقي في الحقيقة، كلام راقي ينقله عن السلف ويشير إلى معنى مهم جدا. يقول عليه رحمة الله: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. يعني اوعك تظن فضيلة الذكر في التسبيح والتحميد والتهليل، معنى هذا له فضل وله أجر كما قلنا، لا، لكن لا تحصره في هذا ونقيهما، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. شوف المعنى الجميل، شوف الفهم الراقي، كل عامل لله بطاعة هو ذاكر الله، أي طاعة سواء نفلة أو فرض أنت فيها ذاكر الله تبارك وتعالى. تخيل، لأن الذكر يتخللها كما قلنا، بل يتقدمها ويختم يعني به كل طاعة كما أشرنا. نعم، وذكر هذا عليه رحمة الله، يقول وهذا عن يعني كثير من أهل العلم، وذكر منهم يعني سعيد بن جبير وغيره كما مر بنا في كلام سعيد: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر من التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. يعني حتى لو أكثرت هذا ليس هو الذكر المقصود، لابد أن تعلم أن الذكر الحقيقي هو في طاعة الله عز وجل. قال عطاء، قل الإمام النووي، وقال عطاء: مجالس الذكر، اسمع إلى فهم العلماء، مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع، ماشي، وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وأشبه ذلك، هذا ذكر. يعني لما أنت تتعلم كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تتزوج وكيف تطلق لو كانت يعني استحالة العشرة مثلا، كيف تتعامل مع القريب ومع البعيد، مع المسلم وغير المسلم، هذا كله ذكر الله عز وجل. فطلب العلم من أجل مراتب الذكر على مثل هذا القول. قال عطاء: مجالس الذكر مرة أخرى هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق واشبه ذلك، من أقوال أهل العلم. نعم، قوله: واشكروا لي ولا تكفرون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله تتمة المقطع الذي في أيدينا: واشكروا لي ولا تكفرون. قال عليه رحمة الله: أمر الله بشكره سبحانه وتعالى ووعد على شكره مزيد الخير، فقال عز وجل: إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طبعا تكلمنا عن الشكر بشيء من التفصيل في مرات سابقة في الجزء الأول، وأشرنا إلى أنه واجب أوجبه تبارك وتعالى على يعني عباده بهذه الآية: فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بل قلنا أن الله عز وجل يعني ما خلقنا ومن علينا بنعمه العظيمة التي يعني فينا ونستشعرها إلا لتحقيق ذكره الذي يعني من أجله خلقنا، فاشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. والله خرجكم بطون أمهاتكم والله خرجكم بطون أمهاتكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذا كله كي نحقق الشكر في أرض الواقع. لذلك نقول تعليقا على يعني هاتين الإشارتين للذكر وللشكر، يعني لا شك أن الشخصية المسلمة الذاكرة عز وجل والشاكرة شخصية مثالية، منضبطة ظاهرا وباطنا، عاملة بالأوامر مجتنبة النواهي، تسمع وتطيع لله وللرسول، حريصة على أن تكون رهن الإشارة وطوع الأوامر. فلعل سائل يسأل: وكيف لي أن أحقق الذكر والشكر، وهل من سبيل يعينني على ذلك؟ لأننا يعني نشك قلة إيمان، قلة علم، قلة أعوان، كثرة فتن، كثرة إغراءات، كثرة هموم، كثرة مشاغل، كثرة ديون، أعباء، نحتاج إلى يعني عوامل تساعد على أن نكون فعلا من الذاكرين ومن الشاكرين على مثل هذا النحو الجميل. أقول من ذلك سريعا: تمام المعرفة بالله عز وجل، وهذه إشارة يعني مهمة جدا لطلاب العلم. كلما تعرف الإنسان على ربه، كلما تولدت عنده الخشية، وكلما كان عنده خشية، كلما كان يعني لسانه رطبا بذكر الله، وكان هو شاكر الله تبارك وتعالى. فهذا يأتي من وين؟ من خلال تعلم علوم التوحيد، علوم العقيدة، من خلال معرفة الأسماء والصفات، من خلال معرفة معاني الربوبية، من خلال معرفة أيضا يعني استحقاقه للألوهية سبحانه وتعالى، القصد والطلب. هذه معاني إيمانية تجعلك فعلا منضبط ظاهرا وباطنا. فكلما تعرفت على الله عز وجل، كلما زاد تعظيم وتقدير وإجلال، وبالتالي ذكر وشكر ويعني سمع وطاعة على طول الطريق. كذلك
يعني من هذه المعاني الجميلة النظر النظر إلى آياته في سائر مخلوقاته وعظيم كذلك قدرته في خلقه، فهذا مما يعني يدفعك إلى تعظيم وجلاله وتقدير. يعني انظر في آياته الكونية في سائر مخلوقاته وفي عظيم النفع الذي فيها وتدبر وتفكر، هذا التدبر وهذا التفكر سيرشدك إلى فعلا تعظيم وجلاله. وإذا كان التعظيم والإجلال كانت طبعا الخشية وكان الذكر وكان الشكر بإذنه تبارك وتعالى. كذلك نظر في عظيم نعمه سبحانه وتعالى عليك مع يعني النظر إلى تقصيرك في حقه، يعني عشان تذكر وتشكر انظر في كل نعمة التي أنعم بها عليك. يعني مثلا لو قلنا الخاصة والعامة، في الخاصة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف أنعم عليك بسمع وبصر ولسان ويد وبطن وفرج وقدم وأجهزة كثيرة لا تعد، كالإحساس والمعاني الأخرى التي تعرفها من نفسك من خلال العلم الحديث وغيره. وانظر إلى النعم الخاصة كالليل وكالنهار والماء والهواء والشمس والقمر، ونعمة مثلا الزوجة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الأمن والأمان، نعمة الإسلام، نعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا إليها آنفا، نعم كثيرة جدا. انظر في المقابل إلى تقصيرك أنت وتمردك وعدم سمعك وعدم طاعتك لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، تجد فعلا انكسار وحياء. وإذا تولد الحياء لا شك سيكون الورع، وإذا كان الورع لا شك سيكون الذكر والشكر ومن قبل هذا الخشية لله تبارك وتعالى. نعم، النظر إلى من هو أقل منك. الإنسان إخواني دائما عنده طموحات وعنده أهداف وعنده أمال، لا نحرم ذلك، لكن النفس قد يعني تنجح في استدراجك لإبعادك، وهذا من حيل الشياطين، شياطين الإنس والجن. ولذلك أنت حتى يعني تنال قدر من القناعة والرضا ويعني الطمأنينة والسكينة انظر لمن هو أقل منك، لا شك هذا سيدفعك إلى أن تذكر الله عز وجل وتشكر الله عز وجل وتقول الحمد لله على ما نحن فيه، وهذا معنى مهم جدا. أيضا من أجل الأسباب التي أدعوك إلى العمل بها أن تنظر إلى الأسوة القدوة كما قلنا في حال ذكره وشكره عليه الصلاة والسلام لربه، وتأمل كيف وأكمل الخلق ذكرا وشكرا كيف كان يعترف بعجزه عن أداء هذا الذكر وهذا الشكر، بلجوئه إلى الله المستمر، بتضرعه إلى الله الذي لا ينقطع، بكثرة دعائه في دور كل صلاة. تخيل في دور كل صلاة قيل فرض ونفل، كان يقول إيش؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت تدعو الله لأن الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله تبارك وتعالى، فحرص على الدعاء والتضرع لتنال هذا الفضل العظيم. قوله تعالى قلنا دي كده جماعة ساعة العشر عندك صلاة تعود شو ولا ساعين؟ الله المستعان. طيب نأخذ عشر دقائق كمان ولا حاجة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال ابن كثير لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر وبالصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، أخرجه مسلم. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم، وهذا مر بنا في الجزء الأول في قوله تعالى فاستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر إيش هرع إلى الصلاة، صلى إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، لأنها كانت عامل من عوامل التصبير والتخفيف والتسلية، رواه داود وهو حسن. قال وأما الصبر فصبر على ترك المحارم والمآثم، هذا القسم الأول، صبر على ترك المحارم والمآثم
وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. يعني إيش هذا الكلام؟ في صبر على ترك المآثم يعني ذنوب المعاصي، وصبر على يعني فعل المأمور اللي هي الطاعات والقربات. يقول والثاني أكثر ثوابا وأكثر أجرا. في الحقيقة المسألة خلافية، من القيم حققها وتكلم هل الصبر على الطاعة أفضل أم الصبر على عن المعصية أفضل، وتكلم في كلام طويل بين يعني تقديم الأول أو الثاني، لكن جمهور السلف على أن الثاني هو المطلوب وهو الأقوى وهو الأعلى مرتبة عند العز وجل، الصبر على فعل الطاعات والقربات. يعني أن تصبر على مواصلة السمع والطاعة والعمل وأداء الواجبات والحقوق، هذا لا شك أعظم من ترك المحذور أو ترك الأثام وذنوب المعاصي، مع أنك مطالب بالاثنين معا، لأن هذا واجب وهذا واجب، هذا يلزمك وهذا يلزمك، لكن هذا أفضل فعل المأمور، مع أننا نقول أنك لو أتيت بهما جميعا فهذا أولى. قال لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب، أن تصبر على المصائب والنوائب التي تصيبك، فذلك أيضا كالاستغفار من المعايب. يعني يقول إيش؟ والصبر على المصائب أيضا واجب، كما يجب على أهل المعايب أن يتوبوا ويستغفروا منها ويرجعوا الله عز وجل، فهذا أيضا من الصبر الواجب. والصبر الواجب كم مرتبة تكلمنا فيه في الجزء الأول كما يعني تعلمون، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقضية الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن كثير، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كلمة جميلة في الحقيقة، الصبر بابين، الصبر لله بما حب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، اللي هو صبر إيش؟ صبر على الطاعة، قد يثقل على النفس، قد تمل، قد تتململ، كمثلا الفرائض أو النوافل، كمثلا بذل المال مثلا إذا كان زكاة مفروضة أو صدقات زائدة، كالجهاد مثلا بالمال أو بالنفس إلى آخره، هذا قد يثقل على النفوس، لكن الصبر عليه هذا صبر على طاعة الله عز وجل. قال والصبر لله عما كره الإنسان، يعني وإن نازعت إليه الأهواء، اللي هو إيش؟ عن المعاصي، مش عن المعاصي، الصبر عن المعاصي، ترك المعاصي والأثام، بمعنى أن المعاصي والأثام إيش؟ في ترغيب، في تسهيل، في يعني إغراءات شديدة جدا. الآن يعني أبواب الشر إخواني ميسرة ومفتوح، يعني كما تطلعون مثلا تسهيل الزنا، تسهيل الربا، تسهيل السرقة، تسهيل الغش، تسهيل النصب، تسهيل الاحتيال، أشياء موجودة في واقع الناس، ومن أراد أن يلش مثل الطريق بيع المخدرات مثلا والمنكرات وما شابه ذلك، البيوع المحرمة، تجد أن الطريق لها سهل، والنفس لها ميلنا قد تأتي بربح عاجل كبير كثير مغري مؤثر. فالإنسان حينما يحارب نفسه أيضا فهذا صبر لله تبارك وتعالى. فمن كان هكذا، يقول ناسلم، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين قال الله فيهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن كثير قوله تعالى إن الله مع الصابرين، وهي المعية الخاصة، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول أيضا كقوله إنني معكما أسمع وراء، هذه تسمى إيش؟ معية خاصة، التي هي يعني بمعنى الحفظ والنصرة والتأييد والإعانة، وهذه لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل. أما الأخرى فتسمى كما قلنا المعية العامة، وهي كما في قوله وإنما وهو معكم أينما كنتم، وما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا مع الكل بعلمه وبسمعه وبإحاطته وببصره وبقدرته وسلطانه سبحانه وتعالى، فالذي يقول الشيء كن فيكون. فمن أجمل يعني ثمار الصبر أنك تتحصل على المعية الخاصة، التي هي من أجمل يعني الحصول التي يتحصن بها المؤمن في سيره الله تبارك وتعالى. طبعا لازال معنا في بقية الربع بعض المعاني المهمة، وأخشى من الإطالة حتى لا تذهب الفائدة، يعني نكمل باقي الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ونشرع في إن الصفا والمروة إن كان في الوقت متسع بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ونجيب الآن على بعض الأسئلة. أشرع في أذكار الصباح والمساء وأنا مشغول بأشياء أخرى، فهل هذا يصح؟ عموما كما قلنا يعني لا نريد أذكار مجردة كطقطقة اللسان فقط من غير يعني تركيز وتدبر
وتفكر. يعني هذه قد تكون آلة تحركها كالزنبلك، يتملى يشتغل، يفضى خلاص يوقف. لا، احنا مش عايزين كده، مش مجرد تك 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 كده طول الكار الصباح والمساء تقولنا في سرعة عجيبة بدون استشعار لمعانيها. لا، ده افكار الصباح والمساء كلها يعني معاني عقائدية وتربية ورفض القلوب بخالقها وبث روح الطمأنينة والأمل، ويعني التفكير بمعاني إيمانية جدا. يعني مثلا أصبحنا على فطرة الإسلام معا، وكلمة الإخلاص معا، انظر ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان المشركين. تأمل في هذا الذكر مثلا تبدأ بأفكار الصباح، يعني معنى راقي جدا، ناهيك عن باقي الأفكار والمعاني المعروفة. تدبر ولا يعني تنشغل يعني عند قولها بأشياء أخرى. والله جزاكم الله خيرا. هذا أخ يعني كان تصل لي بالهاتف، يبدو أنني نسيت في اللقاء القادم والآن يذكرنا، يقول السماء لم تنظر منذ فترة طويلة فماذا علينا أن نفعل. لا شك أن هذا أثر من أثر الذنوب والمعاصي، ولا شك أننا نحتاج إلى أن يعني نصلي صلاة الاستسقاء وندعو، لأن المطر وإن كنا هنا في المدن لا نستشعر لها قيمة، لكن لا شك أنها علامة خطيرة مخيف، ولنا إخواننا في الصحراء يحتاجون إلى المطر وهم في أمس الحاجة إليه، بل منهم من يعني يتحرك مع المطر وتحيا عنده مثلا الأرض والكلاء الطبيعي المراعي والأنعام وبعض الزروع يعني تزرع على المطر. فلا شك أنها يعني تحتاج لوقفة منا الأخوة إن شاء الله تبارك وتعالى، يكثرون من الدعاء. وأن تطلب الأمر أن نصلي الاستسقاء في بعض المساجد في يوم الجمعة، نخرج الخلاء إن أمكن لا حرج، أو على أقل تقدير نكثر من الدعاء، لأن الناس يحتاجون إلى الدعوة. وتكلمنا لو تذكرون في العبادات البدنية عن صلاة الاستسقاء وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاها وكيف صلاها الأصحاب من بعده رضي الله عنهم وارضاهم، ولا زال إما يعملون بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخواننا على صور متقابلين، نحن في غربة شديدة والشيطان يحاول أن يوقع بيننا مثل هذه الأمراض، فكيف نحقق هذا المعنى في دنيانا حتى يتحقق لنا في أخرانا؟ والله ندعو الله عز وجل يعني أن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يبعد عنا شياطين الإنس والجن، كما دعوه عز وجل أن يعني يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لن نجد في الحقيقة أجمل من هذا السبب الجميل الذي ذكرناه لترويض أنفسنا من الذكر والشكر ومن الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره. هذه المعاني لا شك ستعين على يعني ردء الصدع وجمع الشمل وتأليف القلوب إن شاء الله. رجل يريد أن يخرج زكاة أمواله، يبني بها مسجد، فهل يجوز؟ لا، زكاة الأموال وكذا الزروع والأنعام لا توضع في المساجد، المساجد إنما يعني تقام بالصدقات الجارية والصدقات الزائدة. أما زكاة الأموال فلها أبوابها الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة، وخصوصا أن هذه الأبواب يعني موجودة وبكثرة والناس يحتاجون، ويعني المساجد إن شاء الله تبارك وتعالى الناس عندها عاطفة جياشة، وإذا كان المكان يحتاج بفضل هذا الناس يعني يجتهدون ويساعدون. أما أن توضع زكاة الأموال في المساجد فهذا خلاف قول جمهور العلم، لم يقل به إلا قلة، وهذا القول ليس عليه دليل في الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء أن الجواب النهائي في هذا السؤال. حاضر. يقول إني لما يغلق علي في باب من أبواب الخير أحس بحزن شديد حتى أصاب بحالة نفسية سيئة، فما العلاج لهذه الحالة؟ والله يعني في الحقيقة هذا يحتاج إلى مراجعة معاني الربوبية ودراسة الأسماء والصفات، ومن خلالها ستعلم أن لهذا الكون ربا، هو الخالق المالك المدبر الآمر الناهي المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، أنه لا يكون في ملك إلا ما يريد سبحانه وتعالى. هذا يدفعك إلى القناعة أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، فأنت عندها ستستسلم لقضاء الله وقدره وتأخذ بالأسباب المتاحة ولا تتسخط على ما جاءك وترضى.
وعليك كما قلنا بطلب العلم لتحصل على الخشية ولتكثر من الذكر والشكر، فهذه المعاني ستدفعك إلى الاستمرارية إن شاء الله تبارك وتعالى.